دوار طبق النهائي هنا ولي فولوفو ما كاش لي دار لي ما يديروش لاباط فيتي ويديروها مقدارها بهذا الحجم، وكل واحد كيفاش يسابي كيفاش يقدموا لي فولوفو نتاعو شهي طيبه. نوريكم الطبق النهائي. هي طيبة المرقة ما نسقيهاش، وشوفوا المرقة كيفاش دايرة ماهيش خفيفة، مريقة شابة ما درتلهاش فرينة وما خليتهاش شرورو كيما قلت لكم. واش هي طيبة صحة فطوركم ومشاهدكم بالجنة. طاجين زيتون بالريفولوفون.